حقيقة يا رميس، يعني إضافة لكلامك إنه يعني القمر ده، القمر الصناعي المصري تيبا 1 بيعتبر خطوة مهمة جدا وحدث كبير، علشان زي ما يعني قلتي كده في البداية هينقلنا نقلة تانية خالص من حيث التقنيات، من حيث إن مصر تصبح يعني دولة رقمية على أعلى مستوى. وعلشان كده الحكومة المصرية توجهت بالتهنئة لشركة أريان سبيس وفريق عمل أريان 5 اللي أضاف نجاح جديد له في سلسلة نجاحاته المستمرة. ويعني نطلع اليوم أو نطلع أو يجي اليوم اللي يحمل فيه أريان 6 بقية أقمار طيبة سات اللي مدارتها أيضا. وكمان بنهنئ الحكومة أو بتهنئ الحكومة المصرية شركة إن مارسات الإطلاق أو إطلاقها الناجح لقمرها اللي حمل على جي إكس 5 نفس صاروخ إطلاق القمر المصري تيبا 1، وإن شاء الله يعني يؤدي القمر مهمته على الوجه الأكمل. وبصراحة يعني الجميل في الأمر إنه إطلاق القمر ده جه في الوقت اللي يعني بتسير فيه مصر بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي، زي ما قلنا لحضراتكم أنظمة النقل الذكية. هنتعرف طبعا على تفاصيلها يعني في الوقت المناسب، وإن شاء الله تكون خطوة جيدة وموفقة بإذن الله ويحقق الهدف منه في الفترة اللي جاية.